صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي اتحدث معكم عن الساعه الجديده من شركه جوجل، هيدي البيكسل واتش اللي موجوده صار لها جمعتين بالسوق. هلا نحن صرنا مستنظرين لهالساعه تقريبا شي سنه، اكثر من سنه، وكل الليكس وكل الحديث اللي عم بيصير حوالي لهالساعه انه هيدي المفروض تكون احسن ساعه موجوده بالسوق، خاصه لانه هيدي معموله بالنظام تبع جوجل الوير او اس 3.5. مش بس هيك، مثل تليفونات البيكسل هيدي المفروض تكون احسن ساعه جوجل تقدر تنزلنا اياها. الشغلة الثانية اللي بنعرف نحن انه جوجل اشترت شركة فيتبت، معناته هالساعة تقريبا يعني ساعة فيتبت بقلبها وير او اس. بدنا نتحدث عن الموضوع الموجود هنيكي، بدي اتحدث معكم عن الشغلات اللي عجبتني والشغلات اللي ما عجبتني فيها للساعة بعد استعمالها لمدة جمعتين. هيدي البيكسل واتش LTE اللي موجود عليها الكونكشن، وحقلكم انا كمان ليه انا صرت عم بستعمل الساعة مع تليفونين اثنين، مش بس تليفون واحد، استعملتها مع عدة تليفونات حتى اشوف كيف بتشتغل. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك. انا طارق، خلينا نتحدث على البيكسل واتش LTE من جوجل. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دايما تعرفوا لما ننزل كون فيديوهات جديده. هدول كل الاغراض بيجوا مثل ما عنا شايفين هوني. هيدي الجوجل بيكسل واتش LTE الموديل اللي عندي انا، في موديلين الجي بي اس والLTE، بس الموديل عندي انا فيه LTE. هيدي معموله بقلب الفيتبت، النظام تبع الفيتبت مثل ما بنعرفه من قبل. هالساعه حتكون اول ساعه موجود عليها الوير او اس من شركه جوجل، والفيتبت السيستم تبع الفيتبت موجود جوا. يعني اذا بتحبوا ساعات الفيتبت وبدكم تكونوا عندكم ساعه سمارت واتش موجود فيها الساعه هيدي، هيدا النظام موجود هون صافينا نستمتع فيه. خلينا نعطيها ثانيه تعمل لكم الفوكس. هيدي بتيجي الساعه، بيجيها الستراب الموجود على اليمين هون الطويل بيجي عليها، في واحد ثاني قصير بقلب العلبه، وبيجي كمان معنا الشارجر بقلب العلبه. هيدا نقدر نشارجها على الوايرلس، بيجي على اللاسلكي، ومش بس هيك فيكم توصلوه على الشارجر تبع التليفون تبعكم وبتمشوه مزبوط. الحلاوه فيها انه هالنظام بيمشي مزبوط، كتير منيح وكتير هين. الساعه منيحه، شكلها حلو، عندهم عده نظامات عده الوان، بس اللي عندي انا لونه ابيض. تجي معي مثل ما شفنا هون LTE مع كل الاغراض قدامنا. لنشارجها للساعة كتير هينة، بس من مجرد نعمل اي شيء عليها ساعة بنحطها على الشارجر بتدور لوحدها وتبلش تقلنا قد ايه عم بتشارج. عندي انا تقريبا 76% هلا موجود باقي فيها، خسرت انا ربعة من لما امتى من الشارجر اليوم الصبح، هلا تقريبا ساعة واحدة عنا بعد الظهر يوم الجمعة. بس الحلاوة فيها انه هيدي فينا نستعملها، لازم ناخذ هالشارجر معنا كل يوم، لانه هالبطارية هيدي اللي موجودة هون ما بتضاينا اكثر من نهار واحد، يمكن نهار وثلاث ساعات، بس تقريبا 24 ساعة ل 27 ساعة مدة الحياة فيها لهالساعة لما عم نستعملها بالواي فاي والبلوتوث بس. خلينا نتحدث عن الLTE بعد شوي. بتحطوها على الشارجر نقدر نشارجها وبتمشي منيح. شغلة تانية بحب لكم اياها انه هون في عندنا مغناطيس موجود من برا، هذا اذا عندكم محل تحت الطاولة بدكم توصلوها في عليه حديد بتقدروا تحطوها من تحت الطاولة وتقيموها تشارجر وترجعوا تخلوها معكم. هلا السبب اللي عم فرجيكم انا هون التليفونين Z Fold 4 والبيكسل 7 برو، اللي انه لما جبت اول شيء للساعة ركبتها، انا بكون صراحة ركبتها موجودة دغري على البيكسل 7 برو، بس لما حاولت بتقريبا مشي جمعة احكي مع شركة تي موبل شركة التليفون تاعيتي هون بامريكا لركب هالساعة على التليفون لانه فيها LTE، قالوا لي انه هيدا السيستم منه بيسموه كومبانيون، معناته رفيق للتليفون، ما بتشتغل لوحدها مثل الساعات اللي عندنا من شركه سامسونج ولا شركه التيك واتش. لما بنجيب ساعات LTE هدوليك الساعات بيمشوا لوحدهم وبعدين بتوصلوهم عبر الحساب موجود هونيك. خلينا نكبس الزر مره ثانيه بندورها. عندنا عده تطبيقات وبنبلش نحكي الحديث ونشوف شو عم بيصير، بس بهالسبب الوحيد انه لما بلشت اشتغل هون على البيكسل 7 برو حولت كل معلوماتي على قلب الفيت بالتطبيق تبعهم، بعدين نزلتها هون على الزي فولد 4. عشان هيك عم نشوف تليفونين موجودين هونيك، ومش بس هيك، لما نطلع على المعلومات تاعت الساعه كل المعلومات اللي بتجي بقلبها حنتحدث عليها على الزي فولد 4، لانه جبرت اقلبها على السيم كارد الموجوده فيه لهالتليفون. لما بنطلع عليهم اثنيناتهم للساعات اللي بنشوف انه البيكسل واتش حجمها اصغر، نحيفه صغيره ومعموله كثير مثل البابل معموله صراحه هون، بتضل اصغر كثير من الساعه هيدي تاعت سامسونج اللي بسميها بعتقد السامسونج الجالكسي واتش 5 البرو تاعيتهم، وبنشوف انه الحجم تبعها بضله اصغر. البطاريه عليها للسامسونج بتضينا تقريبا 3 ايام، هيدي بتضينا تقريبا 27 ساعه، يعني انجأ نهار كامل بتمشوا عليها 24 ساعه وبتكون تشارجوها لترجع تطلع 100%. لما بنقارنها بالتيك واتش 3 هيدي ساعه ثانيه من شركه مابفوي، بنشوف نفس الشيء، الحجم اكبر بكثير، الساعه الوجه تبعها اكبر، والبطاريه فيها كمان بتضاين تقريبا 3 ايام، 3 يومين ل 3 ايام، وعندنا شاشتين هون مثل ما بتعرفوا. هذا الفرق الكبير، بس صراحه كل الامكانيات الموجوده فيها لهالساعه موجود بالتليفون بالساعات الثانيه اللي فرجيتكم اياها. عم نشوف الساعه هون شكلها كثير حلو، انه نقدر نغير الباندز تاعيتها بشكل سهل كثير، نكبس الزر الموجود هون وبنسحب هيك على الشمال بتكون صغيره مثل ما عم نشوف خصوصيه هيدي لهون، بنرجع بنعملها نفس الجهه بنركبها شوي هون على الشمال بنقلها نلفها وبتصير ماشي مزبوط. فينا نغيرها، فيكم تجيبوا عده الوان، في عندهم جلد، عندهم عده نظاميات موجوده، عندهم قماش وجلد وهيدا البلاستيك الموجود هون.
الطويله موجود عليها الساعه، في عندنا وحده قصيره بقلب العلبه. مثل ما شفنا بالقدام الساعه مدور، شكل مدور مثل الحجر هيك، بتسموها البابل صغيره. عندنا السيستم موجود من ورا هون، الوايرلس تشارجنج، فينا نشوفها للساعه، كل شيء مزبوط حلو. عندنا سبيكر وميكروفون موجود عليه هون، نقدر نستعمل المكالمات اذا بدنا نستعملها، وبتعطينا كمان اجوبه لما نستعمل الاسيستنت. السيستم كله كتير حلو هون، عندنا كتير سرعة بيمشي كتير منيح. الزر على اليمين إذا بنكبسه بياخدنا باك على الهوم، معناته بيرجعنا على الساعة. الزر الفوقاني الموجود جنبه إذا بنكبسه مرة بياخدنا على الأب درور، بس إذا كبسته وضليتني كيبسه بياخدني على الجوجل أسيستنت. فينا كمان نستعمل الهاي الاسم للشركة حتى تعمل لنا الصوت تعطينا المعلومات اللي بدنا إياها. إذا سحبنا لتحت بتعطينا النوتيفيكيشن، هذا نقدر نعمله مثل البريمة هون على الكراون، يا إما هيك بنستعملها بأصبعنا. إذا سحبت من فوق نفس الشيء كمان، إذا سحبت من فوق بنزل لي هون، بنشوف كل الاختيارات، الجوجل هوم، التاتش، عنا كمان قلت الكلمة طلعت مرة واحدة، الفلاش لايت، الجوجل باي، الايربلين مود، وين تليفوني، البرايتنس ستيت الديسبلاي، السليب مود هيدي بتساعدنا نستعملها بالليل، عنا دو نوت ديسترب، الفايبريشن، وعنا الصوت، السيتنج، وعنا كمان البرسنتاج تبع البطارية. عنا عدة اختيارات كمان، وبسبب انه هيدي بنستعمل عليها على الموبل، عنا ال LTE مثبت لنا الحساب عليها، بنقدر نسيطر عليها، وال NFC للجوجل باي، عنا السيستم، الجستشر لنعمل الويك، عنا كمان ال Always on Display. انا طافي ال Always on Display عشان هيك الساعة بتضيعني تقريبا 27 ساعة، بس اذا دورت ال Always on Display البطارية بتتاخد بسرعة، وما بعتقد بتساعدنا نستعملها لهالمدة، بس بنشوف. Vibration البطارية، General Health Information، عن Location، Safety Emergency، Security، والسيستم تبعنا هون نقدر نشوف عليه آخر تجديد موجود هون مسمينه Android 11، بس هو Wear OS 3.5 July 1, 2022 على Security Patch Update. كبسنا من هون نقدر كمان نغير عدة Watch Faces الموجودين، نعمل لهم Customizations، نقدر نستعملهم ونعملهم مثل ما بدنا هيك كتير كتير منيح. والاختيارات الموجودة هون كلهم معمولين بخبرة الفيتبت، فينا نشوف المعلومات تاعت النوم، فينا نشوف كمان المعلومات هون، نعمل رياضة، عدة تمارين تانية نقدر نسحبهم. بتشوفوا عنا مليون، مش مليون يعني، مليان كتير، ما عنا أي أشكال نقدر نستعملهم. المعلومات كلها تاعت الهارت ريت، الستبس تاعت النهار، وكمان الساعة بتعطينا كل المعلومات، فيكم تظبطوها مثل ما بدكم. شغلة من الحلوة اللي بنشوفها وين لما نطلع على السيستمات، نقدر نشوف الستب كاونتر تبعيتنا، فينا كمان نعمل المعلومات نشوفها، نرجع مرة تانية. نشوف كمان الهارت ريت، بتضل تعملنا القياس تبع، بتضل تشوف قد ايه النبض تبع القلب، بنشوف هونيك كيف ماشي، بنسحبها من هون نعمل التمارين مثل ما فرجيتكم، وبنقدر نعمل كمان التراكينج تبع بالليل. بس إذا بنفوت على التطبيقات الموجودة عندنا فينا كمان نعمل الـ ECG. الـ ECG حلو كتير، بيعطينا القدرة إنه نقدر نعمل قياس الـ ECG الـ Echocardial Basic، المعلومات تاعت القلب وكيف السيستم تبعنا، بتعطينا بنحط إصبعنا على اليمين هون ونقدر نشوف كيف المعلومات تنعمل، بتعمل القياس بتاخذ تقريبا 30 ثانية وبنقعد ساكتين. هلا برجعكم بعد شوي. لما بتخلص بتاخذ المعلومات، بتعمل الـ Analyzing، وبتعطينا المعلومات هون، النبض القلب 67 نبض بالدقيقة، وعندنا كمان السيستم ماشي منيح، لما بنخلص نعمله دن. حلو كتير، وكل المعلومات بتجي مظبوط هوني. الشغل الوحيد اللي فسركم اياه، اذا انتم بحياتكم مستعملين ساعه الفيتبت مثلا ومعجبين كتير بالسيستم تبعهم، هيدي حتمشيكم كتير حلوه. الشغل الفرق بين هيدي والساعات الفيتبت انه هيدي سمارت واتش مع الفيتبت، معناته لما بيجيني معلومات، بيجيني نوتيفيكيشن هوني، فيني استعملهم، فيني رد عليهم، فيني اشوفهم، فيني استعمل، فيني رد عليهم بالصوت، بكتب لهم، بعمل كل اللي بدي اياه. شغله تاني في عنا الاسيستنت نقدر نستعملها، شغله تاتي فينا ننزل تطبيقات خصوصيه، مثلا خصوصيه بالسيارات، مثلا انا عندي هون منزل تطبيق خصوصي لاقدر سيطر على سيارتي، مسمينه تسلا، وير فور تسلا، وهذا النظام بخليني اقدر سيطر السياره، اعمل الانلوكينج، استعمل المروحه، التشريج، اقدر ادور الكاميرات، اعمل الصوت، وافتح الصندوق من قدام ومن ورا. هذه شغله كتير مهمه، ما فيكم تعملوها الا على الساعات السمارت واتش، كتير مهمه هذه نعملها، وهذا المهم كتير، هالتطبيق معجب فيه كتير، عشان هيك انا بسميها انه هيدي سمارت واتش تعيت الفيتبت. ما في ساعة مثلها بالسوق هلا، عشان هيك الساعة البطارية اللي عندها ما بتضايقنا كتير، بس بتضلها ماشية حلو. مثل ما خبرنا هلا، الشغلات اللي معجب فيها كتير هون خاصة قصة الـ ECG، مثل ما فرجيكم أنا التطبيق تبع الفيتبت اللي نقدر نستعمله على التليفون، نقدر نفوت كل المعلومات اللي عيدنا فيه. سو مثل العادة فينا ننزل أول شيء بدنا التطبيق تبع الساعة، هي مزبوط هيدا بنستعملها، نقدر نسيطر على الساعة، نعمل لها الواتش فيس، نغير عدة معلومات، ننزل تطبيقات لعندها، نعمل الأكونت تبعنا عليه، فينا كمان نعمل السيت أب تبع الحساب تبعنا دغري مع شركة التليفون. لازم نعمله بنفس الوقت لما عم نعمل الكونفيجريشن تاعتها للساعه، معناته من اول ما تفتحوها من العلبه اتصلوا بشركه التليفون وظبطوا معهم الحساب حتى يمشي معكم مزبوط. البرايفسي، الاكسسبيليتي سيستم، وكل هالشغلات معلومات تمشي بتمشي مزبوط وحلوه كتير مثل ما عم نشوفها هون. هلا موصولي انا هون موصله دغري بالبلوتوث لانه هيدا عاده مستعملينه، بس الحلاوه تاعت السيستم اللي معي انا لانه عندنا القدره انه نقدر نقرب على الواي فاي، فيني فوت هون وبطفي البلوتوث
فينا كمان اوب نرجع نطلع مره ثانيه، ما بعرف هيك بسطة، بدنا نفوت على الواي فاي، بدنا نطفي الواي فاي كمان، اوب الواي فاي رجعت دارت لوحدها، بدي اطفيها اخليها تضلها مطفيه. ولما نشوف هون انه لما ننزل من فوق هون ننزل لتحت من سيستم، التليفون صارت موصول هون انا دغري بالال تي اي، بنشوف انه بتعمل لنا كونكشن ومعطوه جنبها كمان غيمه، معناته على الكلاود، معناته اي معلومه بتيجي عليها للساعه هون من اي شيء، مثلا هون خلينا نعملها سيستم، عندي التليفون الثاني انا هون البيكسل 7 برو، حابعت مساج هون بقول هلو، بدل ما نكتبها هون بنبعتها، نشوف هون هلو حتيجي على التليفون تطلع لفوق هون بنشوفها دغري لوحدها، على الساعه بتعطينا نفس الشيء رغم انه انا موصول على الال تي اي، فيني نرد عليها كمان بنبعتها بنشوف بتعملنا الهلو بترجع من هوني، ومثل ما بنشوف هون بترجع مزبوط. هلا بعرف انه في منكم انتكم بتكونوا تعرفوا معقوله كيف حتمشي مزبوط باللغه العربيه، سو هنعمل هون صباحو موجوده هون، سو هيدي مكتوبه بالعربي صباحو، خلينا نبعتها، كتابه اجت بالعربي هونيك، بصبحها من هون رد عليها، العربي بيجي حلو كتير وبيمشي مزبوط. هيدي الحلوه كتير ومهم ان نعرفها انه نقدر نستعمل الساعه تاعتنا، واذا بتبعتوها باللغه العربيه حتمشي مزبوط. هيدي سمارت واتش مثل الساعات التانية اللي موجوده بالسوق، والحلاوه فيها هيدي انه اذا لا سمح الله انه انت بعتوا تركتوا التليفون بالمكتب ورحتوا على اوضه القعد من جهه تانية من البيت، بتتعلق بتقلب من البلوتوث للواي فاي بتضل ماشي منيح، وهيدي مثل البلوتوث والواي فاي حتمشي لكم منيح 27 ساعه من غير اشكال اذا ما بندور الاولويز اون ديسبلاي. بس اذا بدنا نستعمل ال تي اي هيدي بدي اقول لكم مزبوط انه البطاريه بتنزل بسرعه كثير، تقريبا 10% بظرف ساعه ونص. هيدي ما حدا قدر تعمل فيها شيء لانه الراديو تبع البطاريه تبع ال تي اي بياخذ بطاريه كثير، هيدي مهم نعرفها ولازم نعرفها على القليله بالسيستم، عشان هيك انا ثلاث ارباع الوقت بخليها موجوده هون، هلا بعدها موجوده على ال تي اي لانه عملت لنا الكونكشن، حتقلب على البلوتوث وبتطفي لوحدها مثل ما عم نشوف هون بتصير واي فاي والبلوتوث ماشي مزبوط وبنقدر نظبط كل الشغلات حلوه. سو كل الشغلات فينا نظبطها هونيك. التطبيق الثاني اللي لازم نستعمله على التليفون هو الفيتبت، نقدر نشوف كل المعلومات تاعتنا، معلومات الصحة، الستيب كاونتر، قد ايه تمشينا، قد الكالوريز اللي حرقناهم، المعلومات تاعت النوم مثلا هون فيني نشوف انه قد ايه نمت امبارح بالليل 6 ساعات و10 دقائق 7 دقائق، فيني نشوف انه نمت كثير منيح ما فقت كثير وما تضايقت. او فينا كمان نعمل الاي سي جي مثل ما فرجيتكم عليه كمان من اول شيء، بس اهم شيء لازم نعرفه انه هذا السيستم النظام الكوميونتي تاعيت الفيتبت كلها موجوده هون، فيكم كمان تعملوا سبسكريبشن للفيتبت بريميوم اذا بدكم تستعملوها، انا ما عم بستعملها، فيكم الكوميونتي ديسكفر وكمان تاعيت المعلومات النهار تاعيتنا كل المعلومات بتيجي عليها دغري، وبتقدروا تستعملوها بترجعوا لعده ايام بتشوفوا عده زونات خاصه اذا تمرنتوا اليوم ما تمرنت، بس اذا تمرنتوا بتقدروا تظبطوا كل الشغلات، حلوه كثير وبتمشي منيحه كثير. هلا خلينا نتحدث عن الشغلات اللي انا اللي مش انه مني مبسوط منها بس مش ما عجبتني انا، بعتقد بالنسبه لي لازم شغلات زياده. اول شيء البطاريه عليها لهالساعه هيدي رغم انه هي فيتبت وبتعطينا كل معلومات الفيتبت ما بتعطينا ساعه امكانيات ساعه الفيتبت، معناته الفيتبت بتمشي ثلاث ايام يمكن جمعه على الموديل اللي بتجيبوه، هيدي ما بتضيلنا اكثر من نهار، هيدي اذا شنقت حالها بتعطيكم نهار وثلاث ساعات. بسبب هيدا لانه البطاريه تاعتنا منا كثير كبيره 294 البطاريه، الحاسوب اللي عندنا هون الاكسينوس تبع سامسونج 9110، سو السيستم بده بطاريه اكبر 294 ملي امبير منا كثير كبيره، سو بالنسبه لي ان شاء الله يعطونا موديل ثاني البرو ولا هيك شغله بالمستقبل بتعطينا بطاريه اكبر، وبتعطينا كمان شغله ثانيه انا ما مش مني مبسوط منها بس بحتاج شغله انه تكون اكبر شوي، ال 41 ملم الصغيره هيدي الوقت الساعه على ايدي انا مثل ما عم تشوفوا كثير صغيره بالنسبه لما بنقارنها بالساعات الثانيه اللي بنشوفها بالسوق مثلا هون، شوفوا كيف بتعبي الايد كلها مثل الساعه العاديه يكون حجمها. سو بالنسبه لي انا بحب يكون انه شو يعطونا ساعه زياده حجم زياده لهالساعه، تعطينا امكانيات تعطينا بطاريه حشاشه اكبر وبطاريه اكبر وامكانيات بتضاين مده اطول كمان، رغم انه الشاشه بتكون اكبر شوي بتضلها تساعدنا. اخر شيء بالامكانيات ان شاء الله لما تجينا بطاريه كبيره كمان بتقدر تساعدنا انه يكون عندنا الامكانيات نستعمل ال تي اي لمده اطول. الكونكشن اللي موجوده على هون 10% بتزرف ساعه ونص، معناته الساعه ما بتضاينكم كل النهار ولا بتعطيكم يمكن نص نهار تقريبا. سو هذا كثير مهم لازم تعرفوه انه لازم تدورون تستعملوا على كل السيستمات، اذا طهرتوا لبرا رحتوا ركبتوا ركبتوا البسكليت ولا شيء برا ورجعتوا بعد شيء صار ساعه ونص، عرفوا انه البطاريه حتنزل تقريبا 10% ويمكن تقدر تحتاجوا تشجوها باخر النهار حتى تقدروا تستعملوها بالليل اذا كنتوا تستعملوا للنايت تراكنج، ولما بتستعملوها بالليل للنايت تراكنج تاكدوا انه تستعملوا سليب مود والنايت مود البت تايم حتى الشاشه ما تدور ويطلع لكم كثير المعلومات النوتيفيكيشن بنص الليل وتتضايقوا وانتم نايمين ما يكون في كل هالشغلات ما بتدور ولا تعمل شيء مثل do not disturb but less than no.
اهم شيء لازم نفهم انه هيدي الساعه مش ساعه معموله ولازم نقارنها بس بالساعات السمارت واتش الموجوده بالسوق. هيدي الساعه عم تعطينا الفيت بيت، الشركه اللي اشتريتها جوجل ما صار لها زمان، وعم تعطينا السمارت واتش بنفس الشيء، معناته عم تعطينا كل خبره السمارت واتش بقلب الفيت بيت اللي هلا السيستم تبع الفيت بيت رغم انه كتير منيح والايكو سيستم تبعه كتير قوي. بدنا نتذكر انه هيديك فيتنس تراكر منا سمارت واتش، معناته كل الامكانيات اللي بتجيكم الاسيستنت لتنزيل تطبيقات خصوصيه. مثل ما قلت لكم انا بستعمل تطبيق خصوصي لسيارتي حتى ما ادور ما اخذ تليفون معي، اذا بظهر برا ونسيت اخذ التليفون فيني افتح السياره افتح الصندوق سكر السياره كمان اذا بدي اياها، لانه بتشتغل على الحساب تبعي على الانترنت. والال تي اي معناته انا وبرا ما عندي كونكشن على الواي فاي، بتضلها تمشي معي بتمشي حلو كتير. هذا كتير مهم، عشان هيك انا مبسوط انه شايف انه جوجل عم تحط لنا السيستمين مع بعض. هلا كل الشغلات اللي كنا مستنظرينها من زمان ونجودها الساعه الاحسن تكون بيكسل واتش واحسن شيء يكون بالسوق، بدنا نتذكر مثل ما قلت لكم هيدي سمارت واتش بالفيتبت على التليفون على الساعه، مش بس سمارت واتش ومش بس فيتبت. لما نحطهم مع بعض كاول نظام اول سيستم منهم لشركه جوجل انا مبسوط، ومبسوط كثير بالشغلات اللي بتعطينا اياها. بس الشغله مثل ما قلت لكم بتكون تشجوها كل يوم مثل ما بتشجوا التليفون تبعكم، وبتكون تتذكر انه الحجم تبعها ما في عندنا قياسات غير واحد 41 ملم والموديل وحده. عندهم عده اختيارات للسترابس، فيكم تجيبوا غير الجلد القماش وكل هالشغلات، بس كقياس كشغله عليها للساعه هي لازم تعرفوها انه حجمها صغير. اذا المفصل تبعكم انا منه كتير عريض مثل ايدي انا مثلا معقول يكون منيح، بس كنظام وكعدة اختيارات بعتقد انا لازم يكون عندي اختيارات ثانيه، وان شاء الله ينزلونا موديل اكبر بشوي، اكبر شاشه اكبر بطاريه تعطينا امكانيات اكثر وبتضاينا كمان اكثر كمان بالمستقبل. بس انا مبسوط منها كثير، بدي اياكم تخبروني تحت تقولوا لي شو رايكم فيها لهالساعه، هل انتم معجبين فيها؟ عاد ما انتم عجبتوا بالفيديو لما عملت لكم الانبوكسينج تبع البيكسل 7 برو من زمان، هيدي كمان بتساعدنا. وانا بعد ما عملت المراجعه عليه للبيكسل 7 برو ان شاء الله الجمعه الجايه بدي انزل لكم اياها. بدي كانت وقت انا اجاني التليفون اجاني الساعه بنفس الوقت، بس ما كان عندي وقت اعمل لكم مراجعه بهالسرعه. هذا التليفون لازم تستعملوه تستفهموا كل الشغلات فيه. ان شاء الله تكونوا ناطرين معي وتعجبكم هالفيديو، خبروني تحت تقولوا مثل ما بقول لكم شو رايكم فيها لهالساعه، وشو بتحبوا فيها، وهل انتم معجبين بالشغلات فيها، وهالشغلات اللي انا ما عجبتني انا هل بتاثر فيكم شيء، ولا انتم ما يكون هم بهالموضوع. الساعه حلوه بتمشي، هذا كل شيء مهم، بدكم الفيتبت وبدكم السمارت واتش، وهيدا بتعطينا يوم اثنيناتهم. يلا شكرا جزيلا لكل الناس من الاشتراك، بدي اقول شكرا جزيلا كمان لشركه جوجل بعثوا لي الساعه والبيكسل 7 برو لاقدر اعمل لكم مراجعه. هدول اللي بعثوا لي اياهم انا وصلوني من شي جمعتين لما عملت لكم الانبوكسينج، كمان عندي كان تليفونات ثانيه من زملائي اعطوني اياهم لاقدر اعمل لهم انبوكسينج كلهم مع بعض، بس هالتليفون والساعه منهم هن. من غير اي اشكال يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد، مع السلامه.